طيب قلبي دعقين ما شاء الله الوردة الأصفر اليوم. أم يوسف عجبها الوردة الأصفر وقعدت بالوردة الأصفر. لابسة أصفر زاد اليوم. لابسة أصفر. يعني دليل الغيرة اللي قتال الغيرة تعرفون الغيرة. وهي أم يوسف ما تغار. يعني ما غار بالحيل يعني. ما شاء الله وردة أصفر حوالي اليوم عن جد أحلى طلعة اليوم طلعتها. صرنا شكتر ما طلعنا هالطلعان بس عن جد عن جد اليوم ارتاحت نفسيتي بالحيل الحمد لله. معي ابو يوسف واحمد وتحكي ما شاء الله على هالورد يعني ما له ريحه اكيد بس انه ما شاء الله يعني ورد تجنن وحلو وخلينا نقوم حيلنا حاجتنا وما شاء الله عليه. تحكينا شجر موز عندنا حوالي شجر الموز هنا انا وابو يوسف ان شاء الله قلت لكم فيديوهات ام يوسف وابو يوسف الطلعات وقولاتكم احنا هاي مشوار صغير ناني وام يوسف الغالي لانه زهدنا من البيت قلنا نطلع شويه والله لحد نرجع نشوف منطقه اخرى احسن قاعد ناخذ بها صوره. تعرفوا انتم الواحد يحتار ايش بده يحط ولا ما بدنا نفكر اكثر شيء الا بشهر رمضان بس. شافت الموزات بتتاكد ليش حاطين الموز بتشيس ليه حاطينه بتشيس بلاستيك ليه؟ ام يوسف وين تقعين؟ ايه بعده اخضر هذا كله ايه موز اخضر هذا ايه يحطونه بتشيس هم هذا إيه. هلا يستوي يمكن يا ام يوسف إيه بعدين إيه. عن جد رائع ام يوسف كل ما تلاقي شغله بدها تشوفها لا تقعين هين ام يوسف تقعين اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هيك شو حاطين بتشيس الجد رائع هاتي ايدش هاتي ايدش هاتي ايدش لا تقعين اسحبني عن جد منظر بتجنن هالموزات للمستويات ما كله اخضر هاي جولة ام يوسف اليوم ها بدي اسميها اليوم الفيديو جولة ام يوسف مشان شوي الواحد يرتاح نفسيته جاينا الحجر تعرفون انتم بدنا نقعد خالص بالبيت رايكم يا زين المنظر عن جد يعني يوسف لف هالمنظر ما شاء الله عن جد يعني منظر ولا اروع يعني كله داير من دارك هنا بشجر موز بس عن جد راق وبحر راق الجو راق تو نمت هوا ما شاء الله يعني عن جد بردت الجو صار رائع ما ظل هوا ما شاء الله عليه اتمنى من حبايب قلبنا اللي دا يتابعنا انه يطلع لنا هالغناء شوي لانه الغناء بعدها صغيره يطلع لنا اياها شوي كرمال نتشجع بيكم انتم ونقدم شيء احسن واحسن تعرفون انتم يعني اكيد كلها ام يوسف عائلة ام يوسف وبعد قناة عائلة ام يوسف صغيرة نتأمل الدعم القوي من جيش ام يوسف ومن كل حدا يحبنا نتأمل ان شاء الله طلعوا لنا هالقناة شوي والله لقيت خبازات بجنن قمت تحوشين خباز ها؟ والله تذكرني بيها الخبازات اليوم عشانا يا شباب خباز احلى خباز اليوم من ايدينا الغالية ام يوسف اليوم والله العظيم هنا منطقة ممنوع حدا يفوت عليها يعني احنا نعرف الجماعة فتنا عليها ممنوع يعني كله نظيف خباز ما شاء الله يجنن ناس غيري دعت حوش داب يعني انا لانه تجرأت على حوشاني لانه بي ناس دعت حوش يعني قال المنطقة نظيفة بالحيل يعني وش تقولون وصفها ما شاء الله تفرجوا من يوسف يعني احنا لان احنا ولد جرية ولد ضيع نعرف الخباز ونعرف شو معناته الخباز يعني بس يعني انت عم تحوشه طبيعي عرفت علي يلا وراك يعني وراك ها هي بي كثير هنا خباز ما شاء الله أم يوسف اليوم صارت حواشة خباز
ذكرني ايام سوريا، ايام سوريا وخالتي، خالتي تحب الفتاة، كانوا يسوون لنا مرشوشة. ليه قدام اعلمكم شنو هي مرشوشة؟ هي مرشوشة هي تجي برغل على خباز يعني. عاد كل بلد له الخباز له اسم ثاني ما اعرف عاد يعني. انت عصور ام يوسف اول باول. اليوم انت لا تحوش ام يوسف اليوم الخبازات وبنفس الوقت شنو؟ تطبخ لنا اياهن. يعني عذاب اليوم غير شكل. الله يعطيك العافية الغالية. أنا عن جد خبازات تراية تراية بسكر. أم يوسف بلشة. بدك المشكلة الخباز يا حبايب قلب الخباز شنو؟ بدك تحوش كثير بلاوي يعني لو على الطبخ يقل يعني يصير قليل يعني. ما يصمد شيء. بس رائع عارف يعني احنا بمشوارنا لقيت الخبازات ام يوسف قابلنا ناخذ خباز معانا. يا حبايب قلبي هاي ام يوسف حاشت لنا الخباز عبت لنا ما شاء الله شيس. ما شاء الله في ناس حواليك تحوش زي بس عن جد مطرح نظيف وروعه روعه. ما تنسون عائلة ام يوسف ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم. ما تنسون حبايب قلبي تشتركون بقناه عائله ام يوسف. كانت معاكم ابو يوسف وام يوسف يسعد مساكم حبايب قلبي. وفعلوا لنا الجرس ولا تنسون الاشتراك ولا تنسون التعاليق مع عائله ام يوسف. يسعد مساكم حبايب قلبي. Yes, DJ. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.